تقدم شركة إمداد مجموعة واسعة من خدمات إدارة المرافق المتكاملة والحلول المبتكرة والعروض ذات القيمة المضافة في مجال إدارة النفايات والبيئة. وتعتمد إمداد نموذج أعمال متكامل قائم على تمكين المتعاملين وتزويدهم بأفضل الخدمات المستدامة ومنخفضة التكلفة في إدارة المرافق من خلال اعتمادها أحدث التقنيات والتكنولوجيا. يوسف الخالدي يناقش دور التكنولوجيا في هذا القطاع مع ضيفه. شكرا لك مايا. طبعا الحديث عن ذلك معي في الاستوديو الأستاذ عارف اليديو مدير قسم تكنولوجيا معلومات والمشتريات في شركة إمداد. أهلا بك معنا أستاذ عارف. نتحدث بداية عن التكنولوجيا وأهميتها في قطاع المرافق وأداة المرافق، كيف يمكن لها أن تؤثر؟ طبعا في البداية إذا ما نتحدث عن التكنولوجيا وإدارة المرافق لابد أن نعرف إدارة المرافق في البداية، ما هي إدارة المرافق؟ لأن هناك في لبس حقيقة في إدارة المرافق. إدارة المرافق ليست هي فقط صيانة مباني، لأن كثير من الناس يقول لك هذه إدارة مرافق يعني صيانة مباني، لكن إدارة المرافق هي أكثر بكثير من مجرد إدارة أو صيانة المباني. تدخل فيها إدارة العقارات وتخطيط المساحات وإدارة الطاقة وكثير أيضا من الجوانب الأخرى، بما يشمل أيضا البنية التحتية، ليس مجرد المباني وأيضا البنية التحتية. لما ننظر إلى إدارة المرافق، ما هي المرافق أو ما هي الأجهزة الموجودة في هذه المرافق؟ هناك أجهزة كهربائية، هناك أجهزة تكييف، هناك أجهزة ميكانيكية تعتبر مضخات على سبيل المثال، أو حتى إدارة النفايات. كل هذه المجالات تعتبر مرشح أول للاستفادة من التكنولوجيا الموجودة. على سبيل المثال هناك عديد من التقنيات بدأت تظهر في الساحة، منها على سبيل المثال للحصر إنترنت الأشياء. أنا أستطيع أن أضع جهاز يتحكم في هذا في هذه المضخة، وعن بعد أستطيع أن أتحكم فيها وأعرف مؤشرات أدائها بشكل آني، بشكل لحظي تصلني مؤشرات الأداء، وأنا أعرف إذا كانت هذه المضخة تعمل بشكل فعال أو غير فعال. أيضا من التقنيات الموجودة حاليا ما يعرف بالحوسبة الذهنية، يستخدم بالذكاء الاصطناعي. بوجود آلاف وربما ملايين هذه الأجهزة في عدة مرافق موجودة موزعة على مساحة كبيرة، أستطيع أني أنا أعرف عن طريق الحوسبة الذهنية أو الكوجنيتيف كومبيوتينج أداء كل من هذه الأجهزة في كل لحظة من اليوم، بدل ما أبعث شخص إلى كل من هذه المرافق ويعطيني مؤشرات، هذه الحوسبة الذهنية تعطيني كل هذا بشكل لحظي وبشكل آني. كيف تقلل من تكلفة عملكم؟ هناك أمرين. الأمر الأول زيادة الفعالية، زيادة فعالية فريق الصيانة أو فريق العمل، وزيادة فعالية أيضا هذا الجهاز الذي يمكن نريد أن نديره أو هذا المرفق أن نديره. هذه زيادة الفعالية، هذه إذا أنا عندي مبنى معين أريد أن أعمل له إدارة وعندي 20 شخص مخصصين لهذا المبنى، إذا جيت لمبنى ثاني فبالتالي إذا كان نفس الحجم أزيد 20 شخص، لكن باستخدام التقنية أنا أستخدم 20 شخص لإدارة 10 مباني بدلا ما أني أعمل كوبي بيست. طيب كيف يمكن أن نحقق الاستدامة من خلال استخدام التكنولوجيا في قطاع إدارة المرافق؟ مثل ما ذكرت التكنولوجيا تعمل بشيئين. الأمر الأول زيادة الفعالية، الشيء الثاني تحسين الجودة، جودة الحياة. لما نتحدث عن إدارة الطاقة في هذه المباني، إذا استطعت أن أعرف اليوم كم مدى استخدامي للطاقة، معناها أني أنا غدا أستطيع أن أحسن هذا الاستخدام. لكن لما أنا أنتظر لنهاية الشهر وتيني الفاتورة، هذا الأمر انتهى، الشهر انتهى. يحتاج إلى شهر قادم أني أحسن. لكن لما يكون عندي هذه المعلومات بشكل يومي، فأنا أحسن استخدامي لهذه الطاقة وبهالطريقة أحسن الاستدامة. كما ذكرت أن إدارة المباني والمباني تحتوي على كثير من الأجهزة التي لربما تكون خطرة، عندما ندخل التكنولوجيا للتحكم بها عن بعد لربما تتعرض هذه التكنولوجيا أو هذا النظام يتعرض لنوع من المخاطرة، إن كان قرصنة إن كان اختراق من قبل سوء الاستخدام دعنا نقول، أو حتى فتح المجال لقرصنة هذه الأجهزة. ما الخطر الذي قد نصل إليه من إذا تمت هذه العملية، وكيف لنا أن نحتاط من هذا الخطر؟ طبعا بلا شك لما تتحدث عن إنترنت وعن تحكم عن بعد، فأن مشكلة الاختراق ومشكلة الهاكرز هذه موجودة لا شك. لكن طبعا
لكل فعل هناك رد فعل. صحيح. بما أن هناك هاكر لابد يكون هناك جدار حماية، لابد أن هناك عمل دؤوب لإيجاد هذه الجدر من الحماية أو نطاقات الحماية، بحيث أن حتى لو حدث هناك اختراق فإن هذا لا يؤثر على المرفق هذا، سواء كان مطار أو كان مبنى أو كان مسكن أو كان مكان عمل. الهدف هو تقليل التأثير من هذا الاختراق. لكن مسألة أنك تمنع الاختراق 100% هذا أكاد أقول أنه من المستحيل. إذن تقع المسؤولية على الشركة وتقع المسؤولية على العاملين فيها. إذن أستاذ عارف اليداوي مدير قسم تكنولوجيا المعلومات والمشتريات في شركة إمداد، كل التوفيق لكم ومشكورين على الحضور. شكرا جزيلا. شكرا لك. مرحبا.